أهلا بكم من جديد. توفي الكاتب والأديب السوري ياسر المالح الخبير في الإعلام التربوي والإعلام البرامجي عن عمر ناهز 80 عام بعد معاناة مع المرض. برز اسمه خلال مساهمته مع كتاب عرب آخرين في إعداد حلقات مسلسل افتح يا سمسم للأطفال. مارس التدريس لمادة اللغة العربية، عمل خبيرا في الإعلام التربوي والإعلام البرامجي لدى المراكز والهيئات الإعلامية والمنظمات التربوية العربية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو، وأيضا منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. من تحتي تبدو صغير، الله يرحمه.